السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حصة أخرى. في هذه الحصة سنقوم بإنجاز التطبيقات الكتابية في الصفحة 107. إذن السؤال الأول المطلوب منا: آتي بأفعال فيها همزة. نكتب أفعال فيها الهمزة مرة في الأول، في الأول ديال الفعل، ومرة في الوسط، مرة أخرى في الوسط، ومرة في الأخير، مثل أخذ. إذن أنا في الأول، سأل هي في الوسط، قرأ هي في الأخير. إذا أخذ نقدر نقول أكل، هذه الهمزة في الأول. سئم، هذه الهمزة في الوسط. إذن أكل السائمة. بدأ، إذن هذه الهمزة في الأخير. التمرين الثاني: أحول فعل مرة حسب الضمائر. إذن هنا الماضي، المضارع، والأمر. في الماضي نقول أنا مررت، أنتم مررتم، أنتن مررتن، هم مروا، وهن مررن. أنا أمر، المضارع، أنتم تمرون، أنتن تمررن، هم يمرون، هن يمررن. صيغة الأمر: أنت مر، أنتم مروا، أنتن أمررن. إذن أنت مري، أنتما مرا، أضع الكلمة المناسبة في المكان الفارغ: فوق صباحا، أمام ليلا. أنام، متى أنام؟ إمتى كالناس؟ أنام ليلا. وأفيق، إمتى تنفيق؟ صباحا. أجلس كرسي، أجلس فوق كرسي. أين هو الكرسي؟ أمام مائدة الفطور، أمام مائدة الفطور. أكمل الجملة بما يناسب السؤال كما في المثال: عبرت الطريق عبورا حذرا. كيف عبرت الطريق؟ عبرته عبورا حذرا. أشار الشرطي إشارتين. كم إشارة أشار الشرطي؟ إشارتين. إذن الكيف والكم. إذن عبرت عبورا، شرحت الدرس لأخي شرحا،
مفصلا. تقدر تدير شرحا واضحا، شرحا جيدا، شرحا مبسطا إلى آخره. أنجزت التمارين، أنجزت إنجازا. إنجازا جيدا، إنجازا صحيحا، إنجازا متقنا. دابا الكم، أشار الشرطي إشارتين، شربت الماء شربتين. قفزت قفزتين. التمرين الخامس، أدخل إن، أن، لعل على الجمل الآتية. إذا كنعرفوا أن إن وأن ولعل تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذا نكتبوا هنا إن الأزهار متفتحة، إن اللعب بالنار خطير. هنا استعملوا لعل، لعل الحذر تنصب المبتدأ واجب وترفع الخبر. العطلة قريبة، إذا مطلوب منا نبدأ بعلمت، علمت ماذا؟ علمت، علمت أن العطلة قريبة، علمت أن العطلة قريبة. علمت ماذا؟ علمت أن السرعة خطيرة. إذن التمرين الأخير، أقرأ وأملأ الفراغ بالهمزة المناسبة. وضوء، يتقبل منها الواو غادي تجي فوق الصدر. رأس، قبل منها الفتحة غادي تجي فوق الألف. بطء، إذا قبل منها الطاء ساكنة، إذا كنديروها فوق الألف مقصورة. كؤوس، قبل منها الضمة وهي مضمومة، حيث أن الواو هنا يعني مضمومة، تكون فوق الواو. سؤال، إذا قبل منها الضمة، إذا خاصة تكون فوق الواو. قارئ، إذا عاوتاني قبل منها الراء مكسورة، على أي متى مش مكسورة ساكنة، كنديروها فوق هذا، فوق الألف مقصورة. مساء، حيث قبل منها الألف يعني غتبقى فوق السطر. بئر، قبل منها كسرة ومراها كاين حرف آخر، إذن كتكون فوق الياء المتصلة. إذن إلى هنا انتهت الحصة ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.